يعني والثالث بالنظر لمسيرته في التصفيات يعني في الحضور في الألعاب الأولمبية الأخيرة الدولية التي تجمع بين المنتخب الوطني التونسي والنادي المغربي مباراة دولية ودية ضمن إعداد التصفيات. الإسراع في التدرج من جانب المنتخب الوطني التونسي المسكيني من الجهة اليمنى بعد امتداد من لاري العازوني، التوزيع شاد الغراب من الجهة اليمنى، علي العابدي من الجهة اليسرى وقلب الهجوم وسط الميدان الدفاعي، المرور عبر محمد الأوريشي و دفاع المنتخب التونسي عبر المنتخبات الأفريقية عند لاعبين محترفين معنا في الشبان في أعتى الأندية الأوروبية يكونوا حاضرين. بدر البنون، سيف الله المسكيني على الترجي كضيف في المواجهات العامة خاصة في بناء الهجومات عند افتكاك الكرة على مستوى وسط الميدان. واجه هذا تدخل صيف شعباني رجعها تتفك من دمينو بوبا وتتفك مرة أخرى لصالح زوز أهداف مقابل صفر. تدخل شمس الدين ذوادي مع إسماعيل جاكي العكيشي، التغطية موجودة جديدة أنه ربما اعتمد على بيفو واحد. وسام دراج كرة والتسديد، ترجع كرة من مهدي رصايصي، تبقى لصالح نادي حمام الأنف. قلت أنه اليوم معناها من أفكار اللي ربما يحب يترجم على الميدان عادش وما يمشيش لفول موجود ورهيف الجويني بجانب إيهاب المساكني. خليل شمام يتعدى خليل شمام تتفك الكرة من دفاع نادي حمام الأنف. خليل شمام وسام الدراجي، وثب زياد سيف الله حسني المسكين يرجع بالكرة للوراء، مهدي رصايصي ترجع مرة أخرى المسكين إيهاب المساكني، الكرة كما جات ثم مهدي رصايصي ثم المسكين رجع رأسية من خليل شمام بوبا ثم الدراجي في عليه الكرة رمضان فهمي بن رمضان وسط الميدان المسكيني والسخط عليه يحتفظ بهذه الكرة طويلة في اتجاه بني اسعافات لازمة. مهدي رصايصي المسكيني يبحث عن مساندة ياخذها خليل شمام، امينو بوبا مخت أكورتو تمشي لصالح نادي ترجع الكرة لصالح ترجي، إيهاب المساكني يلعب الكرة وترجع من دفاع ترجي، حكم المساعد مجد رحومة سيف الدين الجزيري. حقق نتائج ممتازة مع نادي عاصمة الجنوب. إسماعيل داكيتي تبع فيه محمد أمين النفسي، دياكيتي طويلة الكرة توصل مرة أخرى لدياكيتي لاعب المنتخب الوطني التونسي للأوسط وسيم النخموشي. يقول رمضان ترجع الكرة رأسية من شمس الدين الزوادي لكن مقطوعة من جانب. 79 دقيقة لعب في المقابلة أمام دريس المحيرسي، نحكي على ترتيب الهدفين أكيد باش دريس المحيرسي ويخسر الكرة بين ثلاثة ملاعبية والمخالفة صالح نادي حامل الأمس وسام الدراجي مع هاي الإعادة مع سيف الله المسكيني. إبراهيم النايلي ترجع من جديد للكرة هي نادي ريد الحمام، فتدخل من وسام الدراجي. علي الزيتوني موجود في المدافع، كذلك موجود انيس بن شويخه موجود، كذلك دوريات كل شيء فيه تقريبا منذ شهر ماي في تونس في كاس تونس. ريم ماكون على دريس الحيرسي، سيف الله المسكيني،
الدار الواردة من كواليس الترجي أنه فما صفقات فاتي سيفضل المسكيني كورة قاعدة تدور في المنطقة نعود نوركين بوسنينة في الجولات الأخيرة من البطولة من أجل إنقاذ الفاتي من النفاتي سيفضل المسكيني مهدي تلقى محمد بن منصور سيفضل المسكيني سيما الدراج مع سيفضل المسكيني الدخل سيفضل المسكيني اسماعيل جاكيتي سيفضل المسكيني سيفضل المسكيني يفهمي بالرمضان جيد الكرة لسيفضل المسكيني حلول غايب على النادي الاتحاد الحمام في هذه الفترة الأولى للحارس العربي المازني هي الوقت الأخير الجزيري أيضا سيفضل المسكيني سيفضل المسكيني رجع هذه الفتحة عابيس الخيفي رجع سيفضل المسكيني سعيد أما الدراجي تدخل من الزعم مدير الحمام سيفضل المسكيني سيفضل المسكيني محمد بن منصور سيفضل الجزيري سيفضل المسكيني فما حسين الراقد اعتبر لي ادريس المحيرسي وتدخل من سيفضل المسكيني عقب ادريس المحيرسي اسامه الدراجي سيفضل المسكيني يرجع حارس كثير الدراجي مالك المولي سامي برمتان يرجع الكره سيفضل المسكيني سيفضل الجزيري يا برمتان محمد الزيد مع سيفضل المسكيني اعتبر لي زياده زيد سينا الراقد يا محمد ابو سيندا سيفضل المسكيني يرفع الحاجة سيفضل المدير الحمام بعد تمت برنامج مباراة الساعة الثالثة نرجع لإضافة نصف ساعة سيفضل لدخول سيفضل المسكيني مكان ترجع الكرة من جديد لصالح نادي حمام الأنف عن طريق سيفضل المسكيني عبيد ينتظر البشير أو أمامكم سلام صالح الملعب الجبسي ننتظر تنفيذ النقلية كرة في مناطق نادي حمام الأنف يضغط الملعب الجبسي إيمانويل جوميز في عكس الهجوم هنا اللي سريع لكن تقطع الكرة من سيبتين باش المسراتي طيب العمليه زياد العلالي يحاول يتعدى ما يتعداش جهل حسين الربيع حسين الربيع تعدى الاول والثاني طيب العمليه لك في التغطيه التغطيه كانت طيبه من سيف الله المسكيني تواغل كان طيب من الظهير حسين الربيع امامكم على الصوره تجاوز زوز لاعبيه لكن التغطيه كانت زوز دقائق زياد العلالي دفاع بالتغطيه ما توصلش الكره بروسي مثل هذه الفرق اللي تعج بالنجوم الكبيره دائما ناتر ستيفان حسين ناتر بحوزته الكره ومن جديد تيجاني بالعيد الى صابر خليفه وثم ستيفان حسين ناتر ستيفان حسين ناتر ثم متابعه تيجاني بالعيد تيجاني بالعيد كل توزيعات وكل وضعيات الهجوميه على الدولي الموريتاني المعروف ب عبد المؤمن جابو عمليه فنيه ما تنجحش تيجاني من الكنزاري تيجاني بجريكو ثم المسكيني جابو كره ما توصلش لزهير الذوادي النتيجة وعدم ارتكاب الأخطاء في الدقائق الأخيرة درب نور الدين بوسطينة نفع الجبالي إلى الخلف سيفلى المسكيني هو أمير بن مشالة إلى أمير العمران وتدخل حامل القميص سبعة إسماعيل دياكيتي تعود للكرة سيفلى المسكين باهي العملية سيف الدين الجزيري سريع جدا من الجهة اليسرى للظهير الأيسر
في تشكيلة المدرب عادل السليمي، جيل مسعودي في تشكيلة المدرب نور الدين بوسنين، تولى الكرة إلى علي الزيتوني، علي الزيتوني معه وليد الذواتي، سليم المحج، سليم المحج تليق من الجهة اليمنى الجهة محمد التويتي، محمد الخامس تنفيذ رمي ستماس، سليم المحج سيف الله المسكين يقبل الأستاذ الركنية، تعود الكرة أمين لمهذبي، أمين لمهذبي إلى سيف الله المسكين، كما جات ياخذها نافع عجبالي باهي العملية. يعني زوز فرق قلت ماهوش عاد على بعضهم على مستوى الترتيب. علي الزيتوني، علي الزيتوني وخروج نسيم المحج بالظهير الايسر اللي كان يلعب في الشوط الاول، نذكركم له بتشكيلتي الفريقين بعد اولى نزار العمري، نزار قربوج، علي عباس وفيرس بالعربي، بينما بالنسبه لنادي حوم لمف حمزه الباهي كحارس مرمى ثاني زياده الزيادي ياخذها امير العمران، امير العمران والكره في الركنيه او سته. حكم صدق السلمي قلت خمس مباريات ليه في الرابطه الاولى. بن مسعود يبحث عن الحلول ومش تسلل، البحث عن التوزيع من محمد التويتي لكن موجود الدفاع، موجود دفاع لنادي حمام الانف نفع جبالي. مساعد اول مره سعد، مساعد ثاني مخلص عجيمي، الحكم الرابع محمد صبوع يراقب لقاء جمال بركات. مرايش الفني لصاحب البرتغالي مرايش الى تونس تبادل العمليه وكره تخرج والعمليه لصالح نادي حمام الانف. شوفوا الاعاده، كره في محور الدفاع كانت طويله من سيف الله المسكيني، يخرج جبري مستقبل قابس الملعب القابس الملعب التونسي وقف في القفصه الترجي الرياضي الجرجيسي. تبادل العمليه كروز، جماهير الترجي والاطار الفني ايضا، نيات البرازيلي كروز وايضا النيجيري، اما معرفتهم جيده بالاجواء داخل الفريق. هذا الفني يكسب خبره كبيره في الملعب العربيه والاوروبيه، يكسب المتابعه والاحصائيات وهي خطه جديده في الفريق، اضافه الى معد البدني البرتغالي جواو اللي باش يكون الى جنبه صفدي بوعزيزي كما يواصل جون جاكسيس الساحلي. الانتداب باش يكون عنده وزنه في تشكيل ترجع الكره بالتماس صراحه الترجي 20 دقيقه. شوفوا المراوغه اللي قام بها كروز المناسبه الاولى ماليو كروز اصبحت لصالح الترجي. الامضاء ادريس العايز يفقد توازنه، التاكيد على ارضيه الميدان المبلى محمود تعبيدي كروز ترجع الكره رتيله باتجاه الاسعد الجزيري، يتواصل غياب اللاعب سيف المسكيني ما يخوش المخالفة من جهة تدخل فوسيني كوليبالي، الخطأ إعارة الخلفاوي هذا هو الشرط. السيد صابر الجماعي بالجهاز التكنيكي يمر لكن ترجع من جديد للنيجيري بيلبوا يخسر كوره اثنين على الاحتفاظ بالكرة. هيرسي يقوم بالحركات الإحمائية، يبدو أنه جوزي أنيغو يفكر في تغيير من علي المشاني. بيلبوا تعود من جديد
في وسط الميدان سيف المسكيني، هذا حسن المبارك لمسة وحيدة لإدريس المحيرسي، كذلك إلياس إجلاسي. إدريس المحيرسي هل يستغل السرعة والإمكانيات الفنية في المتابعة الدفاعية؟ سيف المسكيني حوار كبير لكن يعود لسيف المسكيني لينجح في قطع الكرة. موجود العربي المجري قبل هيثم جويني، ياخذ كورتو ماهر بن الصغير اللي اختي مكان قلت محمود العديبي في هذا الشوط الثاني. سيف المسكيني محيرسي، المحيرسي موجود عنده المساحات الإمكانية للمرور لكن يخسر برشا وقت، يتدخل بإصرار كبير سيف المسكيني، جاهز لها الكرة تعود من جديد إلى خلي شمام إلياس جلاسي، وضهيد إلياس جلاسي يخسر الكرة، التماس لبن توزيع ما
كريستيان فبلعب عامر جوشان كورة للحارس العرب المجري تنعكس الهجمة إلى سيف الله المسكيني إلى امتياز تبقى للإدارة الحملة تمشي الكورة إلى سيف الله على توزيعة بالرأس كورة ما تكون في فلة وثبت في مكانه سيف الله المسكيني من جديد هجمة للإدارة يديني حملة يبريكو يتكسيب عن جيش مقابلة 6-8 يستغل توقف البطولة العظمى ولا يكون السنة دولين ودية مع القباوة اللي ترجع من جديد للدرجة